11 و11 دقيقة. مرحبا بكم من جديد دائما شدر أسرة شد فام. ومرحبا بهدى اللي داري الخبيرة في الطبخ واللي هي معنا اليوم لإعطائنا وصفات مجربة وجديدة ولكن خاصة بالصيف. غادي نتعرفوا على شنو غادي تعطينا. قبل غادي نذكروا بأرقامنا الهاتفية اللي بغيتوا تواصلوا مع هدى, بغيتوا تسولوا على شي وصفة, بغيتوا تشكروها على شي وصفة صدقات لكم زوينة وتقولوا لنا حتى حنا على هذه الوصفة هذه. مرحبا باتصالاتكم. بغيتوا كذلك أي طلب على 05 22 36 10 36 10 36 وعبر الاس ام اس على رقم 5566. تم الاس ام اس سجل درهم. لاله هدى صباح الخير عليك. صباح النور. كيف حالك؟ الحمد لله حبيبتي. كل شيء مزيان. صباح الزين ديالي. تبارك الله عليك. انا شكرتك في الغياب ديالك البارح. اليوم هدى وقفات دارت عليا الاشراف. ما شاء الله. ولكن انتي ما شاء الله واخيرا طيبت البارح. اليوم عرفتي علاش انا فرحانه؟ حيت طيبت اخيرا صدقت لي شي حاجه. تبارك الله عليكم. وطيبتي يعني ماشي شي ماشي الطياب اللي هو سهل. يعني ملي كتكون عندنا عراضه راه كنعرفوا الطياب يعني لا كونتيتي كثيره, كميه كتكون كبيره وبس بالسلاد وبالبلا بلا ثاني وبالدسير ديالها ما كتكون سهله. لو كنت تبارك الله عليك دسي باقي لحد الان سناكل فيه. ما شاء الله. غير هو انت ما شاء الله عندك داك التفنونات بزاف وحاجه خصني نقدروا على داك الشيء ديما. اللي جا يقول لك صافي هاد العراضه راه اليوم عمرك بس حلم بها مره اخرى. الله يجعل البركه. هي 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 في الحقيقه داك الشيء اللي فيه ابداع وفي يعني تيطلب وقت وتيطلب بزاف المكونات. يعني كيخص فريمون تكون عندك سلعه في الدار او لا شي باختصار خصك تقدم عند هدى لان كاين شي حوايج ما كيتباعوش صراحه في باقي المتاجر لانهم كيتباعوا غير بالكرو مثلا في كونتيتي لي باتيسري. ولكن انت عندك كتشريهم بالكرو وكتقسميهم بالتالي ممكن انا نستعملهم حيت بغيتهم يوصلوا بحال مثلا باش خدمنا داك الكلاص مثلا. كاين دي كلاصاج ما كيتباعوش. وعلى فكره للامانه ولانني احبكم وكنبغي لكم حتى انا الخير كيف ما تنبغيه لراسي, وعدت يعني ثلاثه من الناس اللي كانوا كيقراو عند هدى ووعدت راسي انني غادي نحط لكم هذوك التصاور. السلطه اللي ما صورتهاش للاسف ولكن صورت الحوته وصورت الحلمات معسلين وصورت كذلك الكلاص. غادي نحطو لكم وغادي نديرو الطريقه كيف ما. ولكن عرفتي شنو؟ ماشي غير ديتاي ديتاي ديال لي ديتاي لانني رحت بيدي ونقول لكم معلقه كبيره راهي جوج معالق راه قلت لهم البارح ديال هدى. فدرنا داك الشيء بلي ديتاي نيت فهمتي باش ان شاء الله اللي جرب هذيك الوصفات اللي غادي نحطو. حتي امينه يرد علينا الخبر. اللي بقيت مشطونه باش نقولوا لك هو ديال يعني الديكوراسيون برقوق فاش ويلي تفننتي انت وراك صغيره تفننتي شنو غادي نحلو فيه فنان الله يخليك. لا درنا بالنصيحه اللي عطيتيني تميرات في الجوان بدل اللحم والفوخيه للمشماش مع الاناناس مع المشماش مع الشريحه مع داك الشيء كيف ما وصيتيني ما تخافيش. واخا غنفتتحوا بامينه من بجعد معنا على الخط. امينه صباح الخير. خير اختي كي دايرين لاباس؟ لاباس عليك. يلا فايقه. لا فايقه انا تنصلي الفجر وتنصلي. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. تفضلي امينه. الاساتذه ما تيصبحوش ناعسين. ها تبارك الله عليك. راكي في عطله عيشي عيشي عطله. تبارك الله عليك. وانا كان صديقة البرنامج. مرحبا. وراني قلت لكم بان كانت الاخت امينه دابا جميله. قلت لكم رانا وجدت وصفات كثيره ديال الاخت هدى. بزاف ديال الوصفات اللي درت وكلهم خرجوا ليا تبارك الله وصلوا عن بالي الحمد لله. شنو اخر حاجه صوبتي؟ صوبت للكاشير. اها صوبتي في الدار. وصوبت الحلوى ديال ديك البونج وصوبت الحليب معقد داك المركز. وصوبت البسبوسه حق البسبوسه طلعت ليا غزاله 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 الله يعطيها الصحه ما شاء الله بالصحه والراحه. وكنستافدوا بزاف منها ودابا بغينا نسولها غير حنا دابا في المنطقه ديال بجعد قريب لينا بني ملال بغيت غير ناخذ العطريه ديالتها ولكن ما عرفناش فين بني ملال. عندنا جات النمره ديالها كاينه في طيب. انترنت غادي تدخلي للفيسبوك شاده الاسره غتلقاي النمره وتلقاو كذلك النمره ديال المذيعات على اين او لا تصلوا. لا زينب ما كايناش زينب راها راحه. دخلوا في الصفحه الفيسبوك تلقاو ان شاء الله المذيعين او المذيعات ديال هدى في مختلف المناطق والمدن المغربيه. غادي ناخذوا نزهه من ديال الدار البيضاء. السلام عليكم نزهه. صباح الخير امينه. صباح النور. صباح الخير هدى. صباح النور حبيبتي الغزاله ديالنا حفظك لي ربي.
صافا كلشي بخير لاباس عليكم. طولي عمرك حبيبتي. بغيت نشكرك بزاف على الوصفات اختي اللي كتعطينا. بصحة وراحة. وحتى انا جربت فيهم بزاف واخر وحدين جربتهم في العيد. جربت البسكوي، جربت البهلة الله يعطيك الصحة، كان عندنا فيها مشكلة هذه ما فيها لا تعب ولا والو. الحمد لله. طلعت غزالة، طلعت داك لي بسكوي الغريبة ديال السميدة والكوك. وهذه ديال اللوز ولو ان تحمرت لي شويه، انا ما جاتني شويه قاصحه. فوتها في الطياب شويه، فوتها في الطياب. هو المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. وزمع الله يعطيك الصحه كندعي معك دائما هدى على الصوص ديال المطيشه اللي كنتي عطيتينا بخيزو بالبصله وبالقرعه. الله يرحم لك الوالدين، فاتينا وفاتنا صفت صديقات ديولي. ولو كنلقاو مشكل راه انا خدامه وكنبقى ندير لي زيكوتور وكنبقى نسمع وندخل فيسبوك. كيعتقك فيسبوك ياك داكشي مكتوب. امينه شكرا بزاف. الله يعاونك. وخاصه نبقاو حتى الليل حتى كنبغي نعس وندخل ونبقى نشوف ولا خاصني شي وصفه هكا في الويكاند ولا شي حاجه كنجبدو. الحمد لله. شكرا بزاف، خيركم يا رب. والله الا نفعني حتى انا. شوف قالك فين ما تلقى شي واحد اختارع شي حاجه عرفوا راه الحاجه ام الاختراع. انا كنت كنقول دابا هاد الوصفات اللي تنديروا انا براسي تنبغي ندخل اليوم ما تلقاوش. حنا نقول اجي من دابا بعدا في الفيسبوك فين ما كنتي كتجبديهم. مزيانه هاد القضيه. وكتكوني كتهضري مع صديقات ديالك ولا العائله ولا هذا كتقول لك شي وصفه كتقول لها بلاتي بلاتي راه كاينه وحده. السلام. تبارك الله عليك. انت هدى حبيبتي على العطريه ديالها في كازا. واش خصنا نمشيو لعندها حتى للمدرسه ولا شنو؟ يا اما مدرسه يا اما حي مول عبد الله. ان شاء الله. طيب شكرا لك نزهه، شكرا على الاتصال ديالك. بعدا نشوفوا المنيو شنو ناخذوا قبل ما نكملوا الاتصالات ديال المستمعين. ناخذوا اليوم هذه خفيفه، عندنا الوصفات خفيفه. بغيت نشاركهم واحد هذه صوبتها وعجبتني بزاف، واحد لو ستيك، واحد النوع جديد ديال ستيك صوبته وعجبني بغيت نشاركه معاهم. ونشاركهم معاهم مع هذاك ستيك حيت انا حضرته مقارنه معاه واحد النوع ديال لي بات هي بالخضر اللي بلادتنا ما كيبغيوش الخضر. فبهذه الطريقه كياكلوه ولذيذ بزاف يعني. ماشي غير انا فجربت وليدات الناس. فمنين حضرته كانوا وليدات الناس اصدقاء ديالي هما اصلا كيعجبهم لي بات دريس لانهم كلا ولاد السيده كتستغرب كتقول لي كيفاش ولدي انا كلا يعني خيزو ما كياكلوش ما كيدقوش شي حاجه فيها خيزو قالت لي كيحيد يده منها غريب. فقلت لي لا بهذه الطريقه غادي ياكلوا. كتشجعينا يا اختي بهذه الهضره كتشجعينا. ناكلوا خيزو في لي بات. لي بات جديد خيزو القرعه ولي شو اللي فتلي بغيتي انواع القرعه. القرعه خلاص ما تياكلوهاش كاع ما كيبغي باش ندير المذاق ديالها نيت جديده تتجيب مع لي بات. امين عقلتي باش درناها في الشلاطه كي جات جديده. وكاين شي حاجه ديال الاضافات ضفتي لها جبتي يدينا واخا. دونك غادي ناخذوا ستيك ولي بات ياك مع الخضر. واخا الله يجعل البركه. ناخذوا فاطمه الزهره من بن صالح فقي بن صالح. السلام عليكم فاطمه الزهره. يا فاطمه الزهره طيب حد سعيد الاتصال بنا مره اخرى. الحين غادي نوقفوا طيب قبل ما ناخذ اتصالات اخرى قبل ما غادي نبداو بستيك ديالك اهدى. غادي نوقفوا بعدا باش نشوفوا العنايه بالشعر ديالنا سورتو فاش كنكونوا في لابيسين تيتضرر بشكل كبير نتيجه الكلور. فغادي نشوفوا كيفاش ممكن العنايه به في هذا الفصل هذا وخصوصا مع المسابح. للجمال اسرار في الصيف بزاف ديال النساء وديال البنات كيمشيو لابيسين على اذن يبردوا على راسهم، لكن المشكل اللي كيكون هو داك الكلور اللي كيكون في الماء. المعروف من طبيعة الحال ان المواد الكيميائيه المستخدمه في الحمامات ديال السباحه في لابيسين كتكون بالاخص الكلور، والهدف منه انه كيقتل ديك البكتيريا اللي تقدر تكون في الماء وتسبب لنا المشكل ديال الامراض، ولكن هي في نفس الوقت كتجفف لنا وكتنشف لنا الشعر وما كيبقاش يبان المظهر ديالو مزيان. بل واكثر من ذلك هي خطيره على الشعر اللي كيكون كذلك مصبوغ مثلا. الشعر البيض كذلك مشكله بالنسبه لهذا الكلور هذا. تقدر تبدل اللون ديالو كيولي واحد اللون اللي في شكل غادي الخضريه ولا شي حاجه. ف داكشي علاش غادي نعطيكم بعض النصائح قبل ما تنزلوا لابيسين اشنو ديروا، ونفس النصائح ممكن ديروا حتى قبل ما تنزلوا للبحر، لان حتى الملوحه ديال البحر حتى هي ماشي اقل ضررا على اي من الكلور. ف
اول حاجه غادي ديريها هي انك تفزقي شعرك قبل. فدائما قبل ما نزلوا البحر ولا نزلوا لابيسين نفزق شعري بشويه ديال الماء، لان الشعر اللي كيكون يعني فازق ما كيمصش المواد الكيميائيه والملح بشكل كبير، ماشي بحال دخلتي ديريكتومون. ثانيا المرطبات ديال الشعر ديميلوغ، فقبل ما نزلوا لابيسين او البحر ندهن الشعر ديالي بشويه من المرطبات ديال الشعر، وندير فوق منه واحد الغطاء ديال الراس، ديك اللي تنديروها اللي كتكون من الميكا، باش نضمنوا حمايه اكثر واضافيه للشعر ديالنا من داك الماء اللي كيقدر يدوز ليه ويقدر يفسدو نتيجه ديك المواد الكيميائيه اللي فيه. ثاني حاجه او ثالث حاجه نربطوا شعرنا الفوق، فإلا كان شعرنا طويل نربطوه الفوق قبل ما ندير داك الغطاء ديال الراس، باش كيبقى لينا بعدا على الاقل واحد النسبه كبيره من الشعر ديالنا ناشفه، ماشي كله يفزق. كذلك الا هزينا شعرنا الفوق هذا الشيء راه كيعاونوا على انه ما يطيحش بزاف حتى في الماء، باش بقى عموما يبقى داك لابيسين بعدا نقي ما فيه الشعر بزاف وما يسببش لنا مشاكل. كذلك مسألة اللي مهمة، قبل ما نمشيو او ننزلو نعومو في البحر ولا كذا، ممكن اننا ندير مثلا شي حاجة اللي كنغطي بها الشعر اللي مصوبة من السيليكون، هادو مهمين بزاف راه تيتباعو وكيحميو من المواد او الملوحة اللي في البحر والكلور اللي في لابيسين، وكذلك كيحميو حتى من الأشعة ديال الشمس. إذا هادو بعض النصائح، ولكن نصائح أخرى غادي نعطيوها من بعد ما تخرجوا من لابيسين، كيفاش ممكن أنكم تعتنيوا بالشعر ديالكم غدا إن شاء الله، باش هكا يبقى الشعر ديالنا مزيان حتى من بعد الصيف. للجمال أسرار. نرجعوا لهدى وغادي ناخذوا على بركة الله ستيك. يا الله يا هدى على بركة الله. غادي ناخذوا إما ستيك ديال الدجاج أو ديال البيبي أو ديال اللحم أو حتى ممكن حتى الهبرة، يعني الميغلون أو قطع ديال الحوت اللي كتكون هبرة ممكن تستعملوها بنفس المقادير اللي غادي نديرو دابا. فغادي ناخذوا هادو، هي كل ما رقدنا واحد الساعة ولا ساعتين كل ما كان ألد. كان ناخذهم كيتغسلوا مزيان، غادي نعدو مقدار واحد نص كيلو. واخا بلاتي نسجل معاك دابا، قلنا شحال ديال شحال نص كيلو هذا نسميوه ستيك ديال ستيك ستيك بطريقة جديدة، يا إما مشوي يا إما في مقلة غير هكاك ناشفة يعني بلا زيت، مشوي أو مقلي هدى ليا داري ولا في الفران. فران واخا أو في الفران يلا أو في الفران. إذا غادي ناخذ نص كيلو، نص كيلو ديال ستيك دجاج او لحم او حوت على حسب الاختيار، دجاج او بيبي او حوت او حوت طبيعة الحال. غادي نضيفوا عليهم واحد نص معلقه صغيره ديال الزعتر. الزعتر يعني الزعتر نجيبوه يكون يعني يكون ناشف شويه نحكوه بين يدينا. غادي نضيفوا واحد الدريز ديال الثومه، واحد ثوم. غادي نضيفوا واحد نص معلقه صغيره ديال الموطارد، نص معلقه صغيره موطارد. غادي نضيفوا جوج معالق ديال زيت الزيتون، جوج معالق كبار زيت العود. غادي نضيفوا واحد بصيله صغيره محكوكه، بصله صغيره محكوكه. غادي نضيفوا شويه واحد راس المعلقه ديال الازير، راس معلقه صغيره ديال الازير، واحد وريقه واحده ديال النعناع، ورقه ديال الحبق الا توفر عندي الحبق، ما كانش عندي ما نديروش. كنقطعو الا كان عندي غير وريقه واحده ديال النعناع وواحد الوريقه ولا جوج ديال الحبق، الحبق نعرفو كيعطي واحد النسمه لذيذه. غادي نديرو الملحة، شوية ديال الإبزار، الملح الإبزار. نديرو معلقة صغيرة ديال عصير الحامض، معلقة صغيرة عصير شوية الحامض، شوية سكينجبير طري، يعني إلا عندي شوية غير واحد ربع معلقة صغيرة، ما عنديش سكينجبير اللي هو طري اللي غنقدر نحكو، كنقدر ندير غير سكينجبير اللي هو ناشف، يعني اللي هو غبرة. يعني وكنخلط هذا الشيء كله كنقطع عطريات الحوت لا ولا عطريات الدجاج لا كنديرش فيه لا كنديرو هكا بهذ المناسبات، حيت الا قلت لهم خصنا ديك العطريه ديال الحبيبات ديال الدجاج كاين بزاف ناس ما عندهمش غيقول لك ما نقدرش نستعملو، فكنيفيتيهم يعني اللي عنده راه يديرها اللي ما عندوش ما غيديرهاش. دابا اللي عنده العطريه ديال الدجاج الحبيبات، ديال الدجاج الحبيبات زائد معلقه صغيره، نص معلقه صغيره، نص هذه نديروها اختياريه، معلقه صغيره عطريه الدجاج حبيبات.
كان ما غينيو اولا كان نخلطوا هاد الستيك مزيان ونخليوه مرقد كل ما بقى مرقد كل ما كيجي لذيذ. من بعد كنهزوه يا اما كنديروه في الشوايه اي شويه ديال الضوء او الفاخر او عندي غير مقله لانه فيه ديك المعلقه ديال فيه ديك جوج معلقه ديال زيت الزيتون فما نحتاجش اللي عندي يعني مقله اللي ما كتلصقش او لا غير لاطا ندهنها بواحد معلقه ديال الزيت وندخلها للفران كتجي مزيانه يعني شويه او الفاخر او في مقله او في الفران لهم حريه الاختيار طيب. او لا غير بابي كويسون نحط نستف ديك لي ستيك وندخلو الفران فكيجي لذيذ وكيجي ناشف يعني بزاف انا كيعجبني بعدا ملي الا درنا بحال هذا مثلا مع شي يمشي مع الغراتان مع الغراتان ولا كيمشي مع الرز كيمشي مع طبق ديال الرز كيمشي مع لي بات مع خضر سوتي نبعدو على شي حاجه سميتها مقلي نتفاداو غير فريت شي حاجه اللي هي مقليه نتفاداوها احسن برافو هدى لا في هذا الصيف بيني وبينك الفريت والصيف ما كيتلقاوش انت كتاكلي داك الشيء في الشتاء انا الفريت ما كناكل والله ما كان الفريت دابا كنحاول ما امكن زعما ما ناكلهاش بزاف من غير ملي كيصادف يعني دابا ليش الفريت ليش الفريت وهدى صوبت لنا واحد البوطيطوس شحال زوين رائعه البوطيطوس اسرع اكله سريعه خفيفه ولذيذه وما فيهاش زيت وكتجي بحال مقليه تمام معلقه وحده ديال الزيت تمام كيلو نعم تبارك الله عليك لاله هدى واخا غنشوفوا شويه ديال الرسائل قبل ما غادي نوقفوا مع فاصل سلام تبارك الله عليكم عافاك المقادير ديال الكريب وكالامار بان فريت وكالامار شنو هي مقادير كريب باني فريت وكالامار ما عرفتش شمون كريب راه فهمناها شي لاخر شي حاجه وكالامار سلام اختي امينه بغيت نسول هدى لاصوص اللي كدير في السلاده تاع لافوكا والكروفيت اها سلام تبارك الله على هدى انا جربت دجاج معمر بالكروفيت جا زوين بزاف وعرفتي ودارتك بزاف ديال ا بزاف صحه وراحه حبيبتي الله يعطيك الصحه طيب تعطينا لاصوص ديال اييه ديال الافوكا وهادي كتاخذ حبيبتي هي الافوكا والكروفيت ديال الغساله سلطه الافوكا والكروفيت اييه كنعطيها لنانيت شنو كنديرو غير الافوكا والكروفيت صافي هي كتكون في ديك لي كوب كتكون في ديك الكيسان كتكون في ديك لي غيستو تيديرو لك الخص وي وفيها الكروفيت والافوكا فيها مذاق الحامض ياك صافي فيها في لي غيستو كيكون فيها داك الموطاغ البلزاميك واحد الخل بلزاميك وفيها واحد الموطاغ دونسيان نحن غنعطيوها غير عاديه ما تخافيش عادية انا عطيت لك في الغيستو شنو كيكون يلا عاديه يلا نحن غنعطيوها غير بالطريقه ديالنا العاديه يلا عاديه شنو نديرو فيها كناخذوا الصلصه هي الافوكا الخس الافوكا كاين الناس اللي كيديروها في ديك لي كوب دكلاس كيكون واحد لي كوب خاصين كيكونوا عرات شويه كيتحط فيهم وكيوقف ديك الكروفيت كيتوقف هكا الكروفيت كيتصوطا شنو سندرو ليه الكروفيت خصو يدير في الماء مغلي اها ويبقى واحد جوج دقائق ما يغلاش هو باش يجينا الكروفيت كل ما بقى ما طيبش بزاف كل ما ناش كل ما كيبقى فتي اييه اما ملي كنغليه ولا هادي راه كيولي بحال البونج اوكي دونك الكروفيت كيدير في ماء مغلي وكيبقى طيب جوج دقائق يعني خويا ما طيب وغطيه اييه ونغطيه اها وشنو اخر؟ الماء والملحه والافوكا الافوكا كتنقى وكتقطع ها ومن بعد كنسقيوها باش نسقي بالصلصه كناخذوا الحامض عصير الحامض جوج معالق كبار جوج معالق عصير فوالا أربعة المعالق ديال الزيت المائدة أربعة ديال المعالق كبار اييه زيت مائدة مليحة شوية الإبزار وكتكون الموطارد واحد نص معلقة ديال الموطارد وكتلديها بزاف كتلديها بلا خل عصير الحامض كاين لا عصير الحامض لا ما تجيش باش كنلددها كتلديها بواحد شويه واحد راس المعلقه ديال الثومه خبره هي تبغي تخلط مزيان في واحد القرعه تشدها تبقى تخلطها واحد خمسه دقائق يعني تحركها مزيان وعاود ترتاح وعاود تحطها وساعه ساعه تبقى تحركها لان يعني كل ما هذيك كتختار صافي وكنخويها فوق منها بلاتي نحركها ونخليها ترتاح ونعاود نحركها تبارك الله عليك لاله هدى غادي نسمعوا ليش غنسمعوا جاد نخله جيت الله جابك ياك
جيت والله جابك واخا. ومن بعد نرجعوا باش ناخذوا حنا اش بغينا اش بغينا لي بات لي بات مع الخضره مع هدى اليداري. طبعا الا بغيتوا مازال تواصلوا معها عبر الاس ام اس 5566 ثمن الاس ام اس 6 درهم تتسي والا مباشره عبر خطوطنا الهاتفيه. مجربوا الليدا مع هدى اليداري دائما الخبيره في الطبخه واللي عطاتنا ستيك ستيك مشوي ومقلي في الفران. عطاتنا الصلصه ديال الافوكا والكروفيت وكان طلب على الكريب 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 عندنا حبيبتي في الفيس. فباش ما نعاودوش نفس هادي انا بغيت نعطيهم غراتان اللي قلنا بلي بات او ميم طون الى فواحد 3 دقائق 4 دقائق نعطيو ديك خوكيت بالرز. نسوج باننا وليداتنا ما كيبغيوش الخبز في هذا الوقت فنعوضوهم بلي بات او بالرز. والوليدات كيبغيو بزاف داك شي حاجه سميتها كروكيت شي حاجه خفيفه ما نقليش ولكن الفران هي والبوتاتوس يعني كروكيت حدا بوتاتوس كيجي غدا ولا عشاء ولا هذه البوتاتوس ماشي الضروري يبقى بالقشره ديال البطاطا. انا نقيته على برا نقيته تماما نقيته. علاش؟ حيت فاديت بان هذيك القشره بالضبط عييت ما تجيب كيفاش البطاطا بوحدها اصلا كدير قشره من من الفوق كدير قشرتها تماما. فاسهل طريقه باش نحضروا البوتاتوس اللي هي سهله بسرعه فنقيو البطاطا احسن تكون بيضاء قسموها على اربعه تقسم لاربعة ولا لستة باش كل ما كانت رقيقة كل ما كان احسن وكدير دغيا كتكرمل. كان انا داك النهار حيت ما عنديش الوقت درتها في الماء مغلي طلعت فيها الغلية صفيتها. ما تغلى ديجا قبل الماء مغلي مزيان فيه ملحة يتغلى مزيان بلاتي نقشر البطاطا البيضاء ونقسمها على ستة هي ونديرها في ماء مغلي مغلي مسبقا ومليحة وفيه الملح ونخليها غير تطلع فيها الغليه نطفي البوطون فيها الغليه ونصفيها ونشرملها. كنشرملوها يعني انا كنقول حنا مقدار كيلو وكيلو راه حتى كيجي يعني كيلو راه كيجي والو لان كثرت ما كتكون لذيذه كيلو كيجيك قليل بالنسبه واخا يكونوا غير ثلاثه ديال الناس. واخا باش نشرملوها غادي نشرملها بجوج معلقات ديال جوج معالق زيت العود كبار زيت العود دريس ثومه ولا احسن شيء هو الثومه غبره نص معلقه ديال الثومه غبره نص معلقه مليحه صغيره اييه ملح شويه مليحه نص معلقه صغيره ديال الموطارد صغيره موطارد عطريه البيتزا ولا غير شويه ديال الزعتر اللي لقيت غير شويه زعتر نحكو بين يديا ونديرو فيها اييه. الربيع ما كنديروش لان انا كندير ديك العطريه ديال الحبيبات ديال الدجاج فالناس ولا الباربيكيو اللي ما لقاهاش ممكن غير الزعتر والثومه والموطارد والملحه وزيت العود بلا ربيع بلا ربيع. اذا اللي عنده العطريه يديرها حيت اخيرا شريت العطريه باربيكيو لذيذه. لاحظتي الباربيكيو شحال لذيذه؟ عرفتي شحال شحال بلاتي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قهرتينا اختي بالأنواع ثمانية ديال النواع وباقي ثمانية ديال النواع اللي خديت من عندك. أيا خصك توصلي 21 21 يا اختي بديتي غير بسته ولا ما عرفت شنو شويه 12 الحمد لله امينه بديت شويه 15 بديت بجوج اي بديت كنت يا جوج بديت بجوج لحم ودجاج وانتوما شويه بديتي كتبعتي ديال انتوما شويه بديتي كتبدعي علينا اخر مكان هو الباربيكيو احلى مكان صراحه. دينا الباربيكيو عرفتي شنو شوق عليا كتقولي خذي هذيك نقول لا لا بارك عليا غير هذه وهذه وهذه صافي شويه اش دارت لينا درتي ليا ما يسمى بالنشبه الغدا ويدخل واحد العطريه واحده اخرى الله شحال جات الجديده انت اللي دايره باش ديك اللي خديتي دي وحده اخرى خرجت على المكازا خداتها لازال الميزانيه هاد الشهر هدى تخربات واخا ولكن هانتي دابا خديتي بواط العطريه غتبقى عندك شهر ونص شهرين يعني ما غتسقي دابا خدي 8 يبقى تبقى عام لا لا عام لا بزاف شحال الصلاحيه ديالها حتى ل 2016 تخي بيان اذا الا كانت عندنا الباربيكيو كندير معلقه كبيره معلقه كبيره نص معلقه صغيره نص معلقه صغيره معلقه صغيره ديال عطريه الباربيكيو صافي صافي وكنخلطوها باليد مزيان كناخذوا لاطا وكنديروها في الفران نديروها في لاطا نديروها في لاطا صافي وكناخذوا ملي كتخلط كناخذوا واحد اللاطا كنديروا فيها كديري فيها غير عطريه ديال الباربيكيو صافي صافي والزعتر و شنو السر ديال الكلمه ديال الباربيكيو المشاوي 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 شي حاجه فيها النسمه ديال شي حاجه ديال الشوا واخا علاش حنا كنسميوها باربيكيو باربيكيو حيت اي حاجه تقدر الشوا ديريها بها بوحدها هي والملحه نديروها في لاطا مدهونه بالزيت
لا الا كان بابي كويسون احسن كاغيط ما كاينش كندهنوا معلقه وحده ديال زيت العود في اللاطه وكنحطوهم دخل ومرشوشه بالزيت ولا بلاش لا ما ترش بالزيت حيت هي ديجا شرملتيها مع جوج معلقات ديال زيت العود ما كاين لا زيت الزيت بلا ما ترش بالزيت او فوق ورق الطهي صافي وكتدخل الفرن ماشي علاش عافيه من الفوق ندخلها من تحت الفران هي الرائحه حبيبتي ملي تبغيو ديروها ديروا لاطه وحده باش ما تبقوش تضيعوا ديري حداها يا اما الدجاج يا اما ستيك هنا ولا الحوت في جنبها ودخليها الفران مره وحده داكوغ دونك العافيه من التحت صافي من الفوق لا لا هي كتحمر هي كتاخذ داك اللون وحده من التحت فقط حتى الا منين كتشوفوها دخل مع الطياب يعني تقبتها وبانت لي صافي طابت نقدر نهبطها شويه غير تحمر شويه من الفوق ونخرجها والفوق غير شويه صافي وكنقدموها انت درتيها مع الدجاج انا درتها مع الدجاج اه اش عطينا اختي داك الدجاج حيت ما قيتوش داك النهار ما قيتيش اذا ناخذ الدجاج الدجاج في الفران الدجاج في الفران وي ناخذ الدجاج نحيدوا الجلده دائما الجلده محيده نحيد الجلده يعني حتى ملي تشري الدجاج من الاحسن شيء هو قول له يسلخو بلا ما يغطسوا لك في ديك الماء ايوا طيب يسلخو لك يتقطع ياك ونقطعوه نقطعوه يا اما على ربعه او على ثمانيه كل ما كان طريفات صغار كل ما كان احسن ايوا كيتغسل مزيان كيتصفى كنضيفوا عليه مزيان ويتصفى اييه كنضيف عليه بصله محكوكه نضيف عليه بصله حتى ينشف حتى ينشف من الماء يعني يقطروه مزيان وملي ينشف نضيف عليه بصله نضيف عليه بصله محكوكه ثوم غبره شويه ثوم غبره ولا دريز ديال الثومه واحد فيهم او درس ثومه اييه جوج معلقات زيت الزيتون جوج معالق كبار زيت العود معلقه صغيره ديال الموطارد معلقه صغيره موطارد جوج معالق كبار ديال الزبده مذابه معلق كبار اي هي هي هذيك لا تذوبيها وديري جوج معالق الشيطان هذوك غير جوج معالق جوج معالق لا 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 واحد الطرف قداش درتي يهوده مع ربع ربع كاسرونه ديال الزبده لا 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 عندك ماشي جوج معالق والله الا جوج معالق لا بما انه المعلقه كبيره عندك انت بجوج معالق بالنسبه لي انا داكشي شفت حيت كديرها عامره حتى الفوق جبل تدير معلقه كبيره يعني معامره جبل جبل فوق منا اذا هذوك اربعه المعالق شوف انا بعدا غندير اربعه المعالق على ما شفت انا ما شفت عينيا شوف الا قلنا معلقه ملحوسه يعني شحال خصها من اربعه من ها ايه اربعه المعالق كبار ديال الزبده ماشي عامره ملحوسين يلا زيد والله كيف كتعطينا ديك المقادير الدراسه عرفتي شنو يا هند كندير المعلقه تدير لها هكا ديال العطريه ولا ديال شي حاجه كنقول لها معلقه عامره راه ماشي حتى ملحوسه يعني راه طالعه شويه كتقول لي لا مازال كتطلع تطلع فوق زيد معلقه كبار ديال الزبده ملحوسين وذايبه شوفي امينه كطيب يعني وكتصدق معلقه وكتخليها شويه طالعه واحد شويه واختي هذيك معلقه كبيره اللي كنعرف انا حقيقه كلها ولادو كلهم معلقه كبيره هي مع اربعه المعالق كبار ديال الزبده ذايبه زيد اييه كان نديروا له عطريه ديال الدجاج الباربيكيو شحال حنا كنديروا الباربيكيو اللي ما عندوش شحال معلقه صغيره معلقه صغيره ديال الباربيكيو الا ما عندناش الباربيكيو باش ما نقولوش راه حنا ما عندناش باربيكيو ما نديروش هذا يعني هاد العطريه ما نصوبوش هاد الدجاج فممكن ندير شويه ديال الربيع مقطع ندير معاهم واحد الجبريقه ديال الحبق ندير فلفله يابسه ما غاديش نقدر نقول لهم ديروا فلفله يابسه فممكن شويه ديال الثوم البصله غبره كتلددها وشويه ديال الزعتر كنحكوه وكان ما يعني كنخلطوا هاد القطع ديال الدجاج مزيان كنستفوهم في اللاطه هادشي اللي كاين صافي فقط ما نديروش الربيع اللي درنا عطريه الباربيكيو لا الباربيكيو فيها كلشي صافي صافي وندخلوا الفران اييه وندخلوا الفران يرقد مزيان يرقد مزيان حنا ديك النهار شتي ما رقدتوش انا يعني مجرد انني غير خلطت وحطيت حداها البطاطس بطاطا ودخلته الفران طيب يدخل الفران ويدخل الفران يتثقب احسن حاجه حبيباتي الدجاج ملي يبغي يدخل الفران كيف ما درتي اي شرموله يتثقب غير كيغدون يعني غير بعويد ديال سنان طيب. صغير واخا 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 حنا دابا طيبنا ودرنا الدجاج في الفران ودرنا هادشي كامل زوين غنمشيو دابا نسافروا شويه عندك مع الحراره شويه غنمشيو لفاس احلى مغرب
احنا مغرب ولكن سخون، هو فاس ومكناس والنواحي مناطق جميله اللي يقدر يستحمل الجو فيها، السخونيه فيها، ولكن كليما زوينه وصحيه بزاف. واخا هدى ما متفقاش، فاس هي ثاني اكبر مدن المملكه المغربيه، احتفلت يعني هذا العام تقريبا عندها 1205 ديال السنوات، ما شاء الله مدينه عريقه. فاس كتنقسم لثلاثه ديال الاقسام، فيها اولا جوج يعني مهمين، كاين فاس القديمه والباليه كيف ما تيقولوا، فاس الجديده. فاس اختارت كوحده من اهم المواقع ديال التراث العالمي من قبل يونسكو سنه 1981، داخله يعني في التراث. مدينه القديمه فاس معروفه على انها اكثر او اكبر منطقه في العالم اللي ما فيهاش بزاف ديال الطوموبيلات وكذا. فاس كاينه في الاقصى ديال شمال الشرق ديال المغرب، ممكن الا مشيتي ليها غتستمتع بزاف ديال الحوايج، منها اساسا هذوك الابواب ديال المدينه اللي هما كثار نذكروا منهم: باب الفتوح، باب الخوخه، باب محروق، باب الحديد، باب الدكاكين، باب ابي جنود، باب البرجه، باب السمارين، باب جباله، باب الكيسه، باب سيدي بوجيده، باب الشمس، باب زياد شبعان، باب جبال راه ما تدخل وتخرج. ما يمكنش كذلك تزور فاس بلا ما تمشي لمكناس طبعا اللي حدا مكناس، عاصمة جاز مكناس سفيلة الجميلة جدا حتى هي. وكذلك لما لا في النواحي كاين مدينة حب الملوك، مدينة صفرو في ضواحي مدينة فاس كذلك جميلة، مشيتي زور الجيران حتى هما. وكذلك متستمتع يعني بلي سبيسياليتي ديال فاس، كاين في الأسواق ديالهم حويجات اللي كيتصاوبوا غير في فاس مثلا، سواء في الأكل سواء كذلك حتى على مستوى الصناعات التقليدية. مدينة فاس هي واحدة من أجمل كذلك المدن المغربية. أحلى مغرب. مشينا لفاس ورجعنا وحنا كنحسوا دابا بالصدمة، قرانا شي عصير قبل ما تمشي تعطينا شي وصفة واحدة أخرى هدى. يا عجب باردة ولا نمشيو لي بات ولا ناخذوا الكاطان ديال لي بات باش ما نضيعلهمش، بغيتهم يجربوا هاد لي بات اللي وليدات مع هاد الصاد كيبغيو بطبيعة الحال يكون معاهم عصير. واخا لالا هند، لالا هند الى هذاك الله تعطينا شي اتصالات ميرسي. الى بقينا مع هدى ما غتساليش من الوصفات، عطينا شوفوا طلبات ديال ديك السابين من جاتنا مكالمه. اوكي كاين حنان من خليناهم كيتسناو دونك مشاو. واخا حنان ومونيا عذرا، عاود اتصلوا بنا على 0522 36 10 36 عبر الاس ام اس 5566 ثم الاس ام اس ديال درام تي تي سي. لي بات اذا لي بات ناخذوا ربع او نص كيلو حسب شحال عندنا في الدار ديال الاشخاص، ديروا نص كيلو حيت باش ناكلوا كلنا. وداليا داري نعم حبيبتي، نص كيلو ديال لي بات. اي نوع ديال لي بات حبيبتي تسقي؟ اي نوع؟ ايوا يعني ملونين العاديين صغار كبار. اول قبل ما نبغيو نسلقوهم نديروا لهم ماء، الماء مغلي دائما، فيه معلقه صغيره ديال الزبده، ماء مغلي فيه مليحه، معلقه صغيره ديال شويه البزار، ملح وبزار، ورقه سيدنا موسى، ورقه سيدنا موسى. وكنديروهم يتسلقوا، ملي يتسلقوا من يتسلقوا كنصفيوهم كنغسلوهم ما بارد. ديك المره قلتي ما بقاش تغسلوهم ما بارد؟ لا هنا خصنا نغسلوهم ما بارد. علاش؟ حيت غادي مازال غنعاودو نطيبوهم مره ثانيه وغسلهم بالماء بارد. امتى ما كنغسلوهمش؟ ملي كيكون صافي يعني كنصفيهم مباشره غادي نديرهم، غندير عليهم الصلصه او لا نخلطهم مع الصلصه. فوالا هادو حيت بغيناهم يبقاو مفرزين يعني كل وحده بوحدها. لا دابا مثلا كنت غنخلطهم مع الصلصه، نغسلهم كمان؟ لا لا ما تغسلوش صافي ديك الساعه، خصنا نبقاو منسمين، حنا مازال دابا غنعاودو نسموهم. دونك كنغسلهم يا ملي كنحطهم هكاك وندير فوق منهم شي حاجه، يعني ماشي ملي كيتخلطوا مع الصلصه. حيت هنا مازال غيعاودوا يطيبوا، مازال غيعاودوا يتنسموا. اي حنا ملي تنديروا الصلصه كنطبخوهم شويه، كنشحروا شويه. باغي كتديهم وتجيبيهم. اي يعني ديك الساعه ما يتغسلوش. ما يتغسلوش لا، خصهم يبقاو هكاك محافظين باش يجيو هما لذاد. ولكن واخا هكاك تيجيو شويه معجنين، ماشي بحال تغسلوا. بحال ملي كتعجبهم بحال ديك النشا. تحيدي من ديك النشا اللي هي. وكيعيشوا فيهم كاع مليحه وبزار. وزبده وزبده نعاود نشحرهم نغسلهم نعاود نشحرهم. بحال تغسليهم وتعاودي تشحرهم وصافي حسن، ويبقاو لي مفروزين. غيبقاو مفرزين يعني حتى مده طويله الا بقاو مفروزين ما غيوقع لهم والو. احسن. طيب ملي تسلقوا نصفيهم ونغسلهم بالماء بارد. ايوا وغادي نحطوهم يبردوا لان نبغيهم مازال غادي نعاودو نغسلهم، فبالتالي خصهم يبردوا ويقفطوا في راسهم باش ما يبقاوش يطيبوا. غادي ناخذوا جوج خزوات محكوكين جيليان ولا الحكاكه الغليظه. قرعه كذلك. نوع الخضر جوج قرعات، جوج قرعات كذلك. يعني اي نوع الخضر حنا حبيناه ممكن نستعملوه. هنا كيتشحروا
واحد ربعة مع الكبار ديال زيت الزيتون. اي نوع الخضره شنو؟ كاين بطاطا، كاين خيزو، كاين القرعه الحمراء، كاين اللفت البيض، حتى اللفت البيض كيجي لذيذ. القرعه حمراء يعني نديروه اللفت البيض. المايس على حسب الفلفله، الا بغينا تكون مقطعه قطع صغيره كتعطي الوان لذيذه، يعني فلفله خضراء والحمراء ولا صافي. احنا حكيناهم كنديروهم، كنديروا معاهم دريز ديال الثومه واحد زائد واحد ثوم، بصله مشلضه رقيقه، مشلضه رقيقه. ودائما بصله، لاحظتي امينه، انا دائما ملي كنبغي نضيف البصله كنضيفها مشحره. اييه مشحره، تكون مشحره بوحدها دائما مع الزيت والملح. ملحه بزار بلاش من لا، ملي كيتشحروا ديك الخضار مزيان كتشحر، كنضيف عليهم ديك البصله وكنشحرهم هما مع ديك زيت العود. دابا بصله كنشحرها هي الاولى ونزيد على الخضار. نعم واخا بلاش، ها هي كنديروا، ناخذ بصله مشلضه رقيقه مشحره مع الزيت والملح، ونزيدوا عليها جوج خيزو، جوج قرعه، جوج كذا، جوج كذا، جوج كذا محكوكين، زائد الثوم نزيدوا في الاول مع الزيت والملح. مع الزيت والملح ياك. الزيت والملح زائد الثوم اها، ونشحروا. زيد احنا شحرنا الخضر. من بعد ما شحرنا ديك الخضر كنضيفوا عليها اما شويه ديال الكفته او شويه ديال الحوت ولا كروفيت ولا قطع ديال الدجاج ولا قطع بيبي، لهم حريه الاختيار. او ممكن نكتفي فقط بديك الخضار كيف ما درت انا، اكتفيت فقط بالخضار وحدها. انا ضفت عليهم معلقه صغيره ديال الباربيكيو، ضفت عليهم نص معلقه صغيره ديال الموطارد كيو، زائد معلقه صغيره ديال الموطارد، شويه ديال البزار. هنا الوقت اللي ما غنلقاش انا ديك الباربيكيو، ممكن نستعمل ورقه ديال النعناع، جوج ورق، ممكن نستعمل ورقة ديال النعناع، جوج ورقات ديال الحبق، وشوية الربيع، أو ورقة ديال النعناع، جوج ورقات الحبق، وشوية الزعتر، ورق حبق، وشوية الزعتر، وشوية ديال الربيع مقطع رقيق، كنخلطهم وكنضيفهم عليها باش كنسمهم، أو توفرت عندك الباربيكيو كان أحسن. دابا هاد العطرية نزيدها من اللي نزيد منين يتشحروا؟ لا تيتشحروا 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 ونشحروا. من بعد كنزيد الكفتة، نزيدهم مع الكفتة وداكشي ولا تيتشحر الكفتة وداك؟ لا نضيفهم مع الكفتة ولا مع الكروفيت، أو لا ممكن نكتفي غير بالخضار فقط بحال درت أنا اكتفيت فقط بالخضار. نشحر شوية أها صافي، وكنزيد عليهم لي بات ونعاود نرجعهم يتشحروا واحد 5 دقائق، لان بغيت ديك لي بات تنسجم مع هذيك الخضار مزيان. 5 دقائق يعني مسحر ديك لي بات مزيان حتى كتشرب مع هذيك الخضار وكتنسجم. كنديرهم يا اما لي حريه الاختيار، نقدمهم هكذا، كنديرهم في واحد التبصيل كبير ونحطهم، ونحط حداهم ستيك ولا لي كروكيت ولا شنو ما بغيت، اولا كنديرهم كنحطهم في المول ديال الزاج وكنحك عليهم فرماج وندخلهم في الفران، يذوب عليهم فقط غير داك الفرماج من الفوق ونخرجهم نقدمهم. طيب ممكن نديرها في الفران مع الفرماج احمر. بعد ما غسلنا لي بات ممكن نشحروها باش يجيو بنان شويه؟ ضروري، حنا غنعاودو نشحرو مرة ملي نزلناهم مع الخضر شحرناهم. واخا ما كتجيش انت ولفتي بانهم ملي كنبغيو نديرهم دائما، انا كنقول لك غادي تتشحروا مع شويه الثومه غبره وشويه الزيت ومليحه كيعطيو واحد النص مع الخضر. مع الزيت ولا مع الزبده؟ الزبده، زبده وزيت وزبده ومليحه وبزار وشويه الغبره، كيجي ولداد بزاف. ثوم غبره، ثوم غبره كيجي ولداد بزاف.